الورقيات اللي تنزرع عندنا بيها نغمة. طبعا النغمة مو اللي نعرفها هذه، لا، تعالوا لي على اللهانة اللي تنزرع بنينوى. يا عشق القاع اوه اوه عزيز القاع اوه اوه يا عشق القاع اوه اوه. اللهانة نوعين، النوع الأحمر والنوع الأبيض، اثنين هم بنفس القيمة الغذائية وينزرعون بنفس الوقت ولهم ميزة عندنا. أنا الآن بآخر موقع بداخل مدينة الموصل كمنطقة زراعية اللي هي الحاوي اللي بحي الغفران. على يميني اللهانة البيضة وعلى يساري اللهانة الحمراء. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك حجينا؟ يا هلا ومرحبا. يا شلون صحتكم؟ يا هلا ومرحبا. حجي زارعين أنتم هنا؟ والله احنا هسه هذا الموسم مال اللهانة، وهاي قاعد تشوفوها هاي اللهانة الحمراء وهذه اللهانة البيضة، وعندنا قرنبيط ايضا. هذا الموسم مالته هسه. ايمتى تبدون تزرعوها للهانة؟ والله نزرعها تقريبا بالثامن هالشكل، ها، لانه على مود حتى تلحق. زين، ليش كم يوم تحتاج؟ تحتاج لها تقريبا 3 أشهر 4 أشهر هالشكل. زين، أيوة. الدونم الواحد ايش قد يقطع عندكم؟ ما سوى، هذه بركة من عند الله سبحانه وتعالى. بس احنا يعني خلي نقول انه كل ما نحوش، احنا نحوش بالش اسمها يعني بالعلاقات الكبيرة، 40 علاقة 45 علاقة هالشكل. زين، سولف لي ابو سارة، تربحون لو لا؟ اذا ما يجي المستورد لا زين احنا، بس من يجي المستورد لا والله كسر، لانه هذول يجيبها بالطريق مالته، الطريق مالته يعني احنا تعبانين. وشوف ده هاي يسموها رغيله، هذه شريك الفلاح الدغل. احنا يجون هذول يجيبها بالسياره 3 أيام 4 أيام هي بالطريق، زين، يجي يبيعها بالتفليسيه واحنا تعبانين هالشكل. زين، سؤال، بما انه بها رغبه والناس كلها تريدها، ليش ما جماعتنا يزرعوها بالمظلات او البيوت البلاستيكيه شتويا؟ البيوت البلاستيكية تحتاج إلى مداراة، يعني تحتاج إلى يعني على كلفة تقصد؟ إيه مكلفة جدا، مكلفة، يعني تحتاج إلى خلينا نقول كهرباء، تحتاج إلى غاز وايل، تحتاج إلى مدفئات، تحتاج إلى تبريد مبردات، كلها يراد لها بالبيوت الزجاجية. يلا خلينا نكمل يعني شغلنا ونشوف. هسا احنا إذا سمحت لي، يعني هسا احنا هذا نجيبه شتلات من أربيل. يعني ما تجيبوا بذور؟ هذا شتلات؟ هذا شتلات نجيبه من أربيل. البذور؟ زين، البذور من عندهم هم. ليش ما عندنا احنا شركات هنا؟ موجودة بذور هنا، بس هناك هنا ماكو واحد شركات تسوي روبات تبريد بالصيف. بس بالشمال بربيل. هاي واحدة من المشاكل. ايه. خلينا نتابع العاد الشغل ونشوف شلون نرتب. تفضل تفضل. هو صح هذه اللهانة أغلبها تجي هي بذورها وشتلاتها من الخارج، لكن يعتبر اللهانة اللي موجودة عندنا هي من أفضل الأنواع وأجودها، لأن التربة عندنا والمياه عندنا مختلفة، إضافة إلى ذلك بأنه تعتبر وجبة أساسية خاصة لمن تنتج بداخل مدينة الموصل، نستخدمها إحنا بالبيوت بالكبس. وأيضا أكو عامل جدا مهم وهو اللي يعتبر الأكثر في شراء اللهانة، اللي هي معامل الطرشين. المزارع لمن يزرع المحاصيل ماله، طبعا هاي المشكله اللي يواجهها، يطلع عنده ادغال مثل الحمقه مثل السعد، لكن اكو فد موضوع اخر، الورقيات اللي تنزرع عندنا بها نغمه. طبعا النغمه مو اللي نعرفها هذه، لا، لكن اصحاب التغذيه يتحدثون مرات والمطاعم يقولون الاكل هو نغمه. فالنغمه مال هذه الورقيات بانه تحتوي على عناصر معدنيه مثل الحديد والكبريت جدا عالية، لذلك لما نطبخها نوعا ما نشتم نوعا ما منها رائحة كريهة بسبب القيمة الغذائية اللي موجودة بهذه الورقيات. هذا المنتوج المحلي راح تشاهدوه بشهر 12 يبدي جني المحصول ماله، وخلونا ندعم الإنتاج المحلي بشرائنا له، وتعالوا معنا على محصول آخر نصوره.